السلام عليكم جونيور 2، بعدنا مع الموضوع الثاني وسائل التواصل من المحور الرابع. النهارده هنتكلم عن وسائل الاتصال الحديثة اللي كانت من 20-30 سنة كده مش موجودة، زي ايه مثلا؟ حاسوب. الحاسوب كان موجود بس ما كانش بالصورة اللي بيخليني اتواصل بسهولة. الهاتف المحمول الموبايل، الجهاز اللوحي اللي هو التابلت، ممكن اتواصل بالمسج، الرسائل اللي انا بكتبها وانا قاعده في مكاني، او بالايميل، او بالمواقع الالكترونيه زي الفيس او الحاجات اللي هي المتاحه دلوقتي. دي وسائل التواصل الحديثه. النهارده قصه الاستماع بتاعتنا اسمها مسرح الحي. طيب قبل ما ابدا فيها عايزه افكرك بلعبه كنا بنلعبها سوا لما كنا بنكتب كلمه على ورقه وطلع بنوتة فيكم وتمثلها لأصحابها من غير كلام وهم يعرفوها، كنا بنعملها زي فزورة. طيب النهاردة بنتكلم عن وسائل التواصل. وسيلة التواصل اللي هتكلم عليها النهاردة ما فيهاش كلام. طب كنت بتعرفي زميلتك ازاي الحاجة اللي انت شايفاها في الورقة؟ كنت بتشاوري، كنت بتعملي لغة إشارة كده بينك وبين زمايلك تمثلي لهم اللي موجود في الورقة لأنك كنت ممنوع تتكلمي. النهاردة القصة بتاعتنا مسرح الحي قصة جميلة جدا، هنسمعها مع بعض ونتناقش بعدها. مسرح الحي، زي ما أنا شايفة في الصورة، أنا شايفة ناس بيدهنوا الحائط وبيجهزوا مبنى، وشايفة كمان عمال ماسكين خشب، وشايفة رجل بيعلق إعلان. تعالي نشوف حكاية المسرح إيه. جاءت فرقة مسرحية وجهزت مسرحا كبيرا في الحي لتعرض عليه مسرحيات متنوعة، وأعلنت عن اختبارات لاختيار ممثلين للاشتراك في هذه المسرحيات. تقدمت أنا وأصدقائي للاختبارات ونجحنا، وأخبرتنا اللجنة بأننا سنقدم العرض المسرحي المقبل لأطفال مدرستي الصم، وعلينا أن نعد مسرحية مختلفة ومميزة، فهم أطفال مختلفون ومميزون. توقفنا في حيرة من أمرنا، كيف سنتواصل معهم دون كلام؟ وكيف سنمثل ونوصل الفكرة إليهم؟ طبعا أنا عارفة أن الصم اللي هم غير قادرين على السماع. اجتمع كل الممثلين المشتركين في هذه المسرحية لإيجاد اقتراحات، وتبادلنا الحوار والنقاش، فاقترح حسن أن والده متخصص في لغة الإشارة ويمكننا الذهاب إليه لمساعدتنا. ذهبنا جميعا لوالد حسن الذي شرح لنا أن لغة الإشارة هي طريقة التواصل غير الصوتي، فمن خلال حركات اليدين كالأصابع بتوضيح الأرقام والحروف وتعابير الوجه لنقل المشاعر، وحركة الشفاه لقراءة الكلمات، وحركة الجسم للتعبير عن المعنى. يفهمنا غير القادر على سماعنا، واقترح علينا أن نعطيه النص المسرحي وهو سيعلم كل فرد دوره باستخدام لغة الإشارة. كان وقتا ممتعا ومجهدا في نفس الوقت. كان وقتا ممتعا ومجهدا في نفس الوقت، وتعلم كل منا كيف يؤدي دوره بالإشارة، وظهر في الصورة الحركات والتعبيرات اللي بيعملوها بإيديهم. وجاء يوم العرض وقدمنا المسرحية بنجاح، وسعد الأطفال كثيرا. وتحمست أنا وأصدقائي لتكرار هذه التجربة، فقمنا بالاشتراك في دورة تعليمية في لغة الإشارة حتى نكون ماهرين فيها أكثر، واشتركنا في تمثيل العديد من المسرحيات لأطفال مدرسة الصم، وسعدنا بإدخال البهجة والسرور على نفوسهم. نيجي لأنشطة قصة الاستماع صفحة 102. نشاط 1، انظر إلى كل صورة وعبر عنها بكلمة.
الصورة دي مثلا لو انت عملتي حاجة وحبيتي تاخدي رأي ماما فيها او المعلم فيها وعملك بإيديه كده، معنى كده ان الشيء ده صحيح ولا خاطئ؟ برافو عليكي، معناه ان هو صحيح. طيب نبص على الصورة التانية، انا لو واقفة عايزة اعدي الطريق والإشارة لسه ما فتحتش، لسه ما ادتنيش النور الأخضر، ومرة واحدة طلعت اللون الأخضر ده، معنى كده إن ده بيفهمني أعمل إيه؟ طبعا الإشارة ما بتتكلمش، أنا باخد بالي من الألوان، معنى إن الإشارة دي بتقولي قف ولا تحرك. برافو عليك، أنا هبدأ أتحرك لما تنور اللون الأخضر. طيب أنا دلوقتي معدية في شارع أو مثلا رايحة شاطئ، ولقيت على الشاطئ الصورة التالتة دي، معنى كده إن أنا أدخل وأكمل أو أنزل المية. برافو عليكي، دي معناها ايه؟ ممنوع او قف. يلا بينا نكتبهم بخط حلو. يبقى عندي هنا اول اشارة صحيح، تمام، يعني هنا. تاني اشارة بيقول لي تحرك، تالت اشارة بيوقفني يقول لي ممنوع او قف. نشاط اتنين، اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين. طبعا زي ما انا متعوده باصبع القراءه بمشي على كلمه كلمه اقراها بتشكيلها، وانا بقرا بالراحه عشان كانك بتقري معايا. اعدت الفرقه المسرحيه فيلما مسلسلا ولا مسرحيه؟ اكيد طبعا فرق، فرقه مسرحيه اعدت لنا ايه؟ مسرحيه. طيب والد حسن كان متخصصا في العزف، لغة الإشارة، التمثيل. برافو عليكي، كان متخصصا في لغة الإشارة. لغة الإشارة هي طريقة التواصل مع فاقدي حاسة، عندهم حاسة مش موجودة اللي أنا بتواصل معهم بالإشارة، يا ترى ايه هي الحاسة اللي فاقدينها؟ البصر؟ هم لو فاقدين البصر مش هيشوفوني وانا بعمل لغة الإشارة، يبقى طبعا غلط. ولا الشم ولا السمع؟ فعلا السمع. شارك الأصدقاء في نقط مسرحية، تأليف مسرحية ولا غناء مسرحية ولا تمثيل مسرحية؟ برافو عليكي، تمثيل مسرحية. بعد نجاحي المسرحي تحمس الأصدقاء لتكرار التجربة فقاموا بي. بعد نجاحي المسرحي تحمس الأصدقاء لتكرار التجربة فقاموا بإيه؟ يا ترى قاموا بإيه؟ برافو عليكي، قاموا بتعلم لغة الإشارة. ممتازة، يلا بينا نكتبها مع بعض. يبقى إجابة السؤال أكمل ما يأتي، أكمل ما يلي: بعد نجاح المسرحية تحمس الأصدقاء لتكرار التجربة فقاموا بتعلم لغة الإشارة. تخيل لو أنك ممثل وعرض عليك مسرحية لأطفال فاقدي السمع، فكنت ستقوم ب، كنت هتعملي إيه؟ ممكن تكتبي أو ممكن أتعلم لغة الإشارة. برافو عليكي، أذهب إلى متخصص في لغة الإشارة. أنت حرة تكتبي الإجابة اللي على مزاجك ما دام متعلقة بالموضوع بتاعنا. نشاط 3، صفحة 103، عبر عن طريقة تقدم بها المساعدة لكل طفل. وكتب لي كده هنا: مختلفون ولكن متميزون. فعلا الأطفال دي كلها مختلفة عننا، احنا كنا خدنا زميلنا الترم الأولاني الذي كان يحرز هدفا في السلة وهو يجلس على كرسي مثل هذا. طيب بصي، صديقي الأولاني ده بيقرأ مبتسم يمارس حياته بشكل عادي، إلا أنه غير قادر على الحركة، يعجز عن الحركة. كيف ستقدمي له المساعدة؟ برافو عليكي، ممكن تقولي لي أساعده في دفع الكرسي إذا احتاج ذلك. برافو عليكي، ممتازة. طيب هشوف صديقتي اللي جنبه، فعلا بنت جميلة رايحة مدرستها وشايلة الكتب بتاعتها، وهم على فكرة ليهم طريقة بيقروا بيها الكتب باللمس اسمها كتابة برايل، دي بتبقى كتابة بارزة هم متعودين عليها، بيعرفوا يقروا كل الكتب المتحولة برايل. ممكن تبحثي على النت وتشوفي الكتب دي.
البنت دي فعلا فقدت حاسة البصر، لكنها عندها عزيمة وتذهب إلى المدرسة، اللي هي طبعا مدرسة خاصة بيها، وفي عصاية بتساعدها إنها مثلا ما تتكعبلش في أي حجر قدامها أو حاجة أو تخبط في حد. فممكن تقدمي لها المساعدة إزاي؟ برافو عليكي، ممكن أساعدها في توصيلها إلى المدرسة، أساعدها في قراءة الدروس. ممكن أنت تقري لها كتابك، لو أنت معاها مثلا في نفس المرحلة في نفس السنة، فأنت بتقري كتابك المكتوب قدامك وهي بتاخد نفس المنهج، بس هي بتقراه بلغة مختلفة، فممكن هي تشغل حاسة السمع وتسمع الكلام اللي هي عايزة تفهمه. طيب عندي صديقي تحت فقد ذراعه، فقد ذراعه، طيب ممكن أساعده إزاي؟ ماشي، ممكن تساعديه في الكتابة، ممكن تساعديه في الرسم، ترسمي له حاجة معبرة. برافو عليكي. طيب أنا عايزاكي تبصي للصور دي وتعبري عنها بأسلوبك. أنا هحللك واحدة بس، هحللك أول واحدة، وده الأمر متروك ليكي مادام بتعبري بطريقة سليمة متعلقة بالصور. صديقي الرابع هنا يا بنات، لو واخدة بالك، هو تقريبا عنده ضعف في السمع، فأنا شايفة إن هو مركب سماعة في أذنه، في سماعة في أذنه. ممكن برضو أنت تساعديه إزاي؟ برافو عليكي، ممكن تتعلمي له لغة الإشارة، ممكن انتوا الاتنين تتواصلوا مع بعض بالكتابة، هو أكيد برضه بيكتب. طيب أنا هحل أول واحدة زي ما اتفقنا، وانتي هتعبري عن باقي الجمل بأسلوبك. أنا كتبت عندي أساعده في دفع الكرسي، يعني أزق بيه الكرسي إذا احتاج ذلك، أو أشاركه في نشاط لا يحتاج المجهود البدني كالرسم والعزف ولعب الشطرنج. طيب نشاط 4، ارسم اكثر مشهد اعجبك في القصة واكتب سبب اختيارك له. طبعا دي برضو بتاعتك، بتفكري فيها وتكتبي اللي انت عايزاه مادام متعلق بالموضوع. نشاط 5، شارك اصحابك بالتحدث عن قصة حقيقية او من خيالك حول شخص مختلف ولكنه متميز. اكيد كلنا عارفين قصص زي دي، شخص فيه حاجة مختلفة عننا بس هو متميز في حياته. هنفتح صفحة 104، لاحظ وتعلم. نشاط 1، صل كل جملة بالصورة المناسبة. أرسلت منة رسالة إلى جدها. أرسلت منة رسالة إلى جدها. فين منة عندي هنا؟ برافو عليكي منة، هي قاعدة تحت بترسل رسالة إلى الجد. طيب يلا بينا نكمل. يتحدث حسام مع صديقه على الهاتف. برافو عليكي، باينة جدا، ادي حسام فوق بيتكلم مع صديقه. طيب اللي وراها، يتواصل أحمد مع صديقه المسافر عبر الحاسوب. برافو عليك، ماسك اللابتوب وقاعد بيكلم صديقه المسافر. يلا بينا نوصلهم مع بعض، يا ريت بالمسطرة بتاعت بنظام. نشاط 2، ساعد أحمد في اكتشاف المكتوب بالرسالة. هنفكر كل رمز من دول معناه حرف، أنا هقعد أحلها وهديك فرصة تحليها مع نفسك. يلا بينا، أنا هستناك. وأنتي بتحلي هنا عايز أقولك إن طريقة الكتابة دي اسمها كتابة مشفرة، يعني أنا مثلا لو بعتها لحد ومش مبينة لك الشفرة اللي فوق دي، النجمة مثلا معناها ألف واللي يساوي معناها باء، انا لو بعت حاجه لحد كده الصوره اللي تحت دي اللي قدامي، هل هيفهمها؟ هل هيفهم الجزء ده؟ لا، دي اسمها رساله مشفره. يعني ممكن اقول برضو ان انا هنا بستعمل الاشاره في تفسير الكلمات، باخد كل اشاره من الاشارات اللي قدامي دي وبفسر بيها حل الشفره اللي فوق. حد عرف يحلها؟ انا هكتبها على ما انت تخلصي. انا حلتها، حد طلعت له حاجة غير دي؟ لو طلعت لك حاجة غير دي بيعرفيني. نشاط 3، انطق الكلمات الآتية ولاحظ. الخطاب، الشمس، الحاسوب، النهر، البحر، الهاتف، الرسالة، التواصل. هقراهم تاني بترتيب مختلف. الخطاب، البحر، الهاتف، الحاسوب. تحس فيهم ايه؟ ان انا كلهم كنت بقول ال حاجة للكلمات التانية،
الشمس، النهر، الرسالة، التواصل، كلهم منطقيين بالرغم ان فيهم قال برضو، الا انا خدت الالف والحرف اللي بعد القال على طول، ما نطقتش القال. ليه؟ لان اللام القمريه تنطق لانها قويه، انما اللام الشمسيه عندي خجوله، بتبقى مكسوفه ما بتتنطقش، تكتب ولا تنطق. زي ما كنا متفقين ان احنا عندنا اللام القمريه واللام الشمسيه اخوات، واحده قويه بتعبر عن نفسها وواحده خجولة شوية. بابا مرة جاب لهم هدية الحروف كلها 28 حرف، دي خدت 14 ودي خدت 14. أنا عشان ما نلخبطكيش بقول لك على حروف اللام القمرية، بنحط عليها جملة القمر. إيه هي جملة القمر بتاعتي؟ يلا نفتكرها مع بعض. ابغ حجك وخف عقيمة. لما بيجي يقول لي طلعي لام شمسية أو قمرية، من قبل ما أفكر أنا بكتب جملة القمر، وبعدين أبص على كلمة بتبدأ بأل. ما ينفعش أطلع لام قمرية ولا شمسية والكلمة أصلا ما تكونش فيها أل، يبقى لازم أدور على كلمة بتبدأ بأل. طب أنا لقيت كذا كلمة بتبدأ بأل، بعمل إيه؟ بعمل دايرة على الحرف اللي بعد الأل على طول، وبعدين أدور عليه في جملة الأمر. لو لقيته يبقى دي لام قمرية، ما لقيتهوش بتبقى لام شمسية. طيب نشاط 4، كون كلمات بها لام شمسية ولام قمرية من الحروف الآتية. يلا بينا. طبعا عشان أكون كلمات بها لام شمسية وقمرية لازم الكلمات كلها هتكون بتبدأ بإيه؟ بأل. طيب أول حاجة عشان أبقى منظمة نفسي، أنا هعمل جزء للام الشمسية وجزء للام القمرية. أنا هساعدك بكلمة من هنا وكلمة من هنا وأنت هتكمليهم لوحدك. أنا لو عايزة كلمة بها لام شمسية، أول حاجة هبدأ هختار كلمة قبل ما من غير ما أفكر، أكيد الكلمة بتاعتي هتبدأ بإيه؟ بأل. طيب يلا بينا نكمل من نكون من الحروف كلمة بيها لام شمسية. يا ترى هبدأ بالفاء؟ لا طبعا دي جملة القمر. طب الشين؟ ماشي ممكن أبدأ بالشين. أش؟ طب يلا بينا، هتبقى أش إيه بقى؟ أنا شايفة عندي هنا ممكن أكون الشمس. ممكن اكون الشهر. انا خلاص اخترت الشمس، انا هسيبك بقى تالفي على مزاجك وتعمليها لوحدك. طيب عند اللام القمريه برضو زي ما اتفقنا من غير ما افكر، انا لازم الكلمه عشان تبقى لام شمسيه او قمريه تكون بتبدا بال. طيب ممكن ابدا ايه من الحروف القمريه اللي عندي؟ انا عندي الفاء، عندي الميم، عندي الالف، عندي الهاء. تحب نبدا بايه؟ كل دي حروف قمريه في جمله الامر. انا عجباني كلمة، ممكن الميم اهي. طب ممكن ابدأ بكلمة ايه؟ الفرس، يعني الحصان، الفرس. هي دي لام قمرية. انت هتمشي على نفس النظام، كلمة لازم تكون بتبدأ بأل، ولو هي شمسية ما تكونش في جملة الأمر، لو هي قمرية يبقى لازم الحرف اللي بعد الأل يكون موجود في جملة الأمر عشان تبقى لام قمرية. النشاط 5، اكتب بخط النسخ بالتواصل نعبر عن مشاعرنا، براعي الحروف اللي على السطر والحروف اللي بتنزل من على السطر، وبراعي كمان التشكيل وما انساش الجملة، النقطة اللي في آخر الجملة.